من العزيمة، من الإصرار، من الأهداف المشروعة لقواتنا لا يقتصر نطاقها على الأراضي اليمنية، بل يمتد إلى عاصمة النظام السعودي وإلى إمارة أبو ظبي. أصبح لدينا بفضل الله صور جوية وأحداثيات لعشرات المقرات والمنشآت والقواعد العسكرية التابعة للعدو. قبل أيام كيف أن الإدارة الأمريكية أصرت مختلفة إضافة إلى العصابات التكفيرية.